عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم، على خير وبخير. نحبكم لاباس بالصحه والسلامه على طول العمر لطول الابد. ايوا واش نبغي نقول لكم، ها الصباح البارح الحمد لله بدات الشتاء. الفرحه ديالها زايده الحمد لله، اللهم لك الحمد، فرحنا بها وفرحان بها. انا عندي ما نقول لكم، الله يجعل في ظهر ربي حفظنا وشكرنا الحبيب هذا المطر طاح، ورحمنا ورحم الزيتون ورحم القلوب ورحم اي حاجه. والله الا فرحانين اولادي واحد الفرحه زايده 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 طوال الدنيا، كل شيء تصح تخرج برا تسيب كل شيء، الصبيح من الغله من الزيتون اي حاجه صح اولادي. نصبر الظهر ونصبر نصبر نطقي كل شيء اولادي، الفرحه فينا هذا المطر وهذا الشتاء. الحمد لله حتى انت فرحانه غزلان. صباح الخير عليكم، نتمنى من الله تكونوا صباحتوا بخير على خير. بغينا صراحه نشاركوا معكم الفرحه ديالنا، صراحه شحال هذا حنا نستناو هذا الشتاء طاح ودابا عاد طاحت الحمد لله. الزيتون تبارك الله دابا عاد بيت مال، دابا عاد غيعمل شويه الزيت، الشجر غير بيت رحمه، كلشي بيت يرحم. حتى الغبره كانت الغبره دابا عاد ما بقاش الغبره تهبط شويه، والحمد لله الحمد لله الله يقوي هذا عمر. وانا فرحان، انتم فرحانين بالمطر من طبيعه الحال، انا فرحان بالمطر وفرحان بهذا الفطور اللي على حقه طريقه نعم السيادي بالجوال وداك الشيء. يا سلام تبارك الله على لاله غزلان ولاله غاليه. الجوال والدمار اييه من العادات والتقاليد ديال الجباله. كما كطيح على الشتا اول مره كطيح على الشتا صافي كنبداوش على العافيه. دابا الا بقات الشتا هكا غنبقاو ديما عيطا فهمتوا، ومين كنخرج في هذه القيله كنحبس واحد النهار ولا يومين عاوتاني كنزلو من بعد. ضروري الخبز سخونه في الصباح كيف ما شفتوا، ها هي سخونه، ها هي سخنه مقرمشه على حقه وطريقه. ها هو البيض عاوتاني ها هو يغلي نعم سيدي، يتقلها على الكانون داكشي على حقه وطريقه. كلشي وكلشي تبارك الله غزلان. فيق جبرت الله يعطيها الصحه، جبرت تخطخ القهوه واتاي على الجوال تبارك الله عليها وصافي والله الا الله يعطيها الصحه. ما يقول المثل اولادي الخز والزيت السفن جاي لنا، الخز والزيت اولادي ناجني ما نقول لكم زايده. كيفاش الوالده الخبز والسفن؟ قالوا هالولي قالوا داخل الخبز والزيت السفن جاي لنا، حقاش الخبز السفن جاي لنا، حقاش الخبز سخونه والزيت البلدي. وكيدي الماء داخل رائع. يا سلام دابا ضروري الله يرضى عليها تحلت العافيه وتلقى هو شحرطه، هي شحرطه على الحلال هذيك فيها الصحتار فيها السلبيات يا العشوب كاملين تبارك الله. واش اللي بنقول لكم، والله الا زايده هالفرحه عندنا هذا المطر رحم القول ورحمنا تحنا، اللهم لك الحمد اولادي. طول الله يحيد هذا الشيء وهذا الوباء. الحمد لله يا رب العالمين. بس هاي قرن الشام دابا برد زيد عليا القص الجوال اولادي ها انت الحمد لله. والحاجه طبيعيه ولادي على الجمار ما كاين شي حاله زايده، وحنا ما كاينش شي دار انا زبراسي ولا جوال بلا عافيه الا القليل قليل 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 بزاف واللي ما عايشينش يعني هنا وما عندهمش العواد ولا شي حاجه هذا كيكونوا معذورين. اما غير كتجي الشتا وكلشي كيعمر الجوال بالعافيه وكيدخلوا معاه ماشي بالترام نهار كامل كتبقاي العافيه مشعوله بلا شي العافيه. كندخلوا في العشيه معنا البيت وكنسخنوا عليه بعدا اول حاجه الرجيلات ديالنا خصو يكون برد بزاف. هو بلي جال عم بيطيح الظل تبارك الله والجمعه الخير كله ان شاء الله يا والبيصر عاوتاني تبارك الله دائما كنفطروا بها. احنا في البرد ما كنتغداوش بها، كنفطروا بها اكثر كنفطروا بها، كنعملوها عاوتاني على الجوال وكطيب في الصباح وكنفطروا بها على الصباح. ومن طبيعة الحال الخبز ضروري تكون سخونة، ما يمكنش يفطروا بالخبز بهذا في البرد. داكشي اللي كاين الوالدة الوالدة بغيت نقول لكم واحد المعلومة، الوالدة داك الكادو ديال الرحال اللي جاتها راه كتبيتها معاها عندها عزيزة تبارك الله. لا لا دابا طاح هذا الشتاء فبقى ستين غلغولة فينا، الله يجعل في ربي يفاجئها علينا بالخير ولا نمسلني. انا بعدك عجبوني هذا الشويميات هذا اللي عجبوني انا ما عرفتش كيفاش يقلم. ايوا المبدعين تبارك الله وصحاب الصنعه. دواكم غلغولة جو عندي مرحبا بكم، انا مرحبا ندواكم غلغولة دابا فرحانية هذا الله يعطي الصحة هذا الله يعطي الصحة لمولاها، الله يعاونوا على وليداته والله يكثر خيره وتجاب ثاني. الله العزيز العلي يغنيها
ويغنيكم اولادي تنتم معاكم. اللهم امين. خارج المغرب داخل المغرب. ايوا الوالده شي دعوه ان شاء الله باذن الله باش نختموا الفيديو، شي دعوه للناس كاملين بمناسبه سقوط المطر. الحمد لله. ندعي معها بدعوه الخير. الله يجعل سير ربي الحمد لله، فرحنا ربي بهذا المطر، ارتحموا القلوب وارتحموا حنا ويرتحم كل واحد. نفرج لا انت بالذكريا البكمية كل شيء باين يرتحم اولادي مضروبين ويحرض الناس. الرغبة الغبرة تسهل. الشتا ولادي معها كل خير. الحمد لله اللهم لك الحمد، الحمد لله شاكرين. وندعي معكم دعوة الخير. الحمد لله انا فرحنا ربي بهذا الشتاء، والله ينوركم، الله يسطركم مع وليداتكم مع احبابكم لا طول الابد. انا بعدك الحاجه الوحيده اللي تجيني في الشتاء بزاف هي كانت الشغل ديك السن دخل داخل نتكمت في الملايو التلفازه والشتاء في القفاز عرفتي كنعطي واحد الصوت غزال 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 والبرد عرفتي كنحس بواحد السعاده والله. انا بعدك خصوصا انا واحد السعاده ما يحسش بها حتى شي واحد. اه بالصح بالصح روعه. السعاده كبيره بزاف. عم طلع الحال في الصباح ما كيقول الله يوفقوا، عاوتاني كتكون الشتا في الصباح عاوتاني ما كنقدرش حنا عندنا وقت كنسمع ديك الشتا هكا، وعندي واحد السرجل في البيت كيبان لك الشتا هابطه والوراق وداك الشيء علاش واحد المنظر غزر غزر غزر. ويا شواق الناس غيزان دابا، عرفتي شحال الناس غادي يكتبوا في لي كومونتير غايقول لك ناري فاش فكرتينا. والله عاد واحد الجو غزال كنبقاش عرفتي كنبقى على الاقل واحد الساعه وانا كنشوف ديك السرجل ونشوف ديك الوراق كيمشي ويجي وصوفر خضار. ايوا الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. انتم جوال الطراب كلشي كلشي. نتمناك وقالتي نعيب ساعة الخير هيدا ونعمر الجوال بالعافية وقالتي لي معايا ونتلقى معاكم وفرح بكم. داكشي اللي كيتلقاو في ساعة الخير. برتخا على حقها وطريقة تلفوار والكوبيتر ديال الكرموس كلشي كلشي بلدي، البيضة بلدية، الزبدة بلدية، الزيتون بلدي على حقه وطريقه، الزيت بلدي، ما كاين لك على البلدي وعاش البلدي. عاش اللهم لك الحمد. الخبز والماء والراس في السماء. خبز الماء والراس في السماء. الحمد لله. الصحة والسلامة، الله يرحمنا الله اللهم لك الحمد. كل شيء كاين الحمد لله، الله يرحمنا الله سبحانه وتعالى كل شيء كاين. فرحانين أولادي واخا ما دام يشرب الماء. الماء والخبز. الطريق في الخبز. هذاك هو الفضل. هذاك كل شيء، هذاك الفضل، هذاك راس المال. الحمد لله. شوف تبارك الله الجو كيف عامل كيحمق وشي جرى تهز وشتا عرفتي كطيح واحد الشتا رقيق هي اللي تفزك، اما الشتا الغويضه كاع ما تفزك. شوفوا كي داير الجو كيحمقني. انا البارحه بقى طاح الشتا في العشيه مع ذاك المغرب، والله العشيه كامله وانا هنا جالسه غير باش نشوف هذا الجو ما شاء الله. المهم طلعت للسطح باش ندير لكم واحد الدويره تشوفوا حتى نتوما تعاوناتكم حتى نتوما. شوفوا تبارك الله كيف داير كلشي لداخل حتى واحد ما خارج برا كلشي مكمس في الملايات وفي المجامع كلشي الشتا. شوفوا الليلة كيفاش تبان، كيفاش تبان الدنيا صراحة. الحمد لله يعني باش يتسروا غير ديك الغارس ويبقى خضر هكاك باش ما يبشي. وحتى الزيتون الزيت تبارك الله كما تشوفوا راه هو داك الزيتون عرفتوا واش كيبان لكم ولا لا. شوف تبارك الله دابا هذاك عاد بيت مار وعاد بيت سروه حتى هو راه كتشوفوا واحد المعلومه الزيتون راه حتى كيطيح عليه الشتا عاد كيعمل داك الزيت بزاف. اما الا ما طاحتش عليه الشتا وسقطنا وطحنا راه تقريبا كنلقاو غير العواد فيه فهمتي كيكون مازال لاصق الجلده ديالو لاصقه ما فيها لا ما لا حتى حاجه. الحمد لله يعني اي حاجه عطانا الله سبحانه وتعالى الا وفيها شي حاجه ديال المنفعه الحمد لله والشكر لله. المهم تهلاو لنا في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. نتمنى لكم تبقاو ديما بخير على خير وبسلامه عليكم.